السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج في المنتصف. في ظل نسيم يناير الذي يلوح في الأفق في مصر، يحاول النظام المصري التهرب مما يجري من خلال تجاهل ذلك أو شتم من يخرج أو حتى القيام بما هو محترف به من الملاحقة الأمنية للمعارضين. فقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم مقتل 6 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين في مصر إثر تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن المصري. وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك أن أولئك العناصر قد لقوا مصرعهم إثر تبادل لإطلاق النار مع عناصر وزارة الداخلية إثر مداهمة ما أسمته وزارة الداخلية بالوكر الذي كانوا يقيمون فيه. وتكون هذه العمليات في العادة جزءا من محاولة لتصفية المعارضين، خاصة أنها تجري دون تحقيقات مستقلة. في الأثناء التقى السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قام بالثناء على السيسي قائلا بأنه الشخصية العظيمة في مصر. قد جاءت تسريبات صحفية أمريكية سابقة بأنه كان يناديه بدكتاتوره المفضل. نشاهد أولا هذا التقرير ثم نبدأ النقاش. الإسلام السياسي مسؤول عن نشر الفوضى في المنطقة. بهذه العبارات يرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نيويورك وفي ضيافة ترامب على سؤال الصحفيين حول الاحتجاجات ضده في مصر والمطالبة برحيله عن السلطة. ستجد دايما في منطقتنا في ظل الإسلام السياسي والجهود اللي اتبذلت خلال السنوات اللي فاتت عشان يعني السماح له بلعب دور في المنطقة، ستتأثر وستظل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار الحقيقي طول ما في إسلام سياسي بيسعى للوصول إلى السلطة في بلادنا. ولا يبدو أن استخدام السيسي أمام ترامب لمصطلح الإسلام السياسي جاء من فراغ، فهو شعار برأي كثيرين من معارضيه صالح للاستهلاك السياسي والإعلامي في المجتمعات الغربية لتبرير أي أزمة يمكن أن تواجه نظاما في المنطقة. وبغض النظر عن سعي السيسي لوضع الاحتجاجات في السياق الذي يريد، إلا أن مجرد إقراره بهذه الاحتجاجات له دلالة عدة، فها هي صور التظاهرات التي باتت شبه يومية في مدن مصرية عدة لم يعد بالإمكان إخفاؤها عن العالم، كما أن شعاراتها المطالبة برحيل السيسي لا يمكن أن تحد منها حملة القمع الأمني المتصاعدة. لكن ما يقلق المعارضين للسيسي من استخدامه لمصطلح الإسلام السياسي هو التمهيد لاستخدام البطش في إخماد هذه الاحتجاجات إذا ما خرجت عن السيطرة، لا سيما أن تجربة مصر بعد الانقلاب العسكري على مرسي لا تزال حاضرة في أذهان الكثير من المصريين. في خضم هذا المشهد المفتوح على جميع الاحتمالات، ومع تزايد الدعوات المكثفة للتظاهر يوم الجمعة المقبلة ضد السيسي ونظامه، تبرز دعوة الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تجمع يضم أحزابا مصرية يسارية وليبرالية معارضة، إلى حوار شامل لبحث الأزمة، على الرغم من أن قيادة تلك الأحزاب لم تسلم أيضا من حملة اعتقالات طالت صفوفها خلال الشهور الأخيرة. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم معنا من الولايات المتحدة الدكتور صفي الدين حامد المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور صفي الدين. أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المشاهدين. حياك الله. يعني قبل أن نبدأ بالتعليق على لقاء ترامب بالسيسي، دعنا أولا نعلق على خبر مقتل 6 من عناصر الإخوان. قالت وزارة الداخلية المصرية أنها قتلتهم إثر تبادل لإطلاق النار. هل ترى في هذا السلوك الأمني من قبل قوات الأمن التابعة للسيسي محاولة للهروب من الاحتجاجات التي اندلعت في مصر؟ لا شك قتل 6 أو 60 أو 600 كل هذه تعتبر طرق اللي بيسموها الدايفيرجن أو تحويل الأنظار من ما يحدث على الأرض من انتفاضة شعبية تطالب بتنحية السيسي إلى موضوع آخر.
الإرهاب والكباب والأشياء اللي احنا نعلمها بيحاول يفرضها على أذهان العالم مع عبد الفتاح السيسي منذ جاء في هذا اليوم المشؤوم في 2013. والله نصيحتنا للجميع انه يعني نركز على الموضوع الاصلي. الموضوع الاصلي الشعب يطالب بتنحيه عبد الفتاح السيسي. هذا هو الموضوع. نعم طبعا موضوع تصفيه المعارضين كان دائما ما يتكرر من قبل النظام السيسي وتحت ذرائع مختلفه، حتى هناك من كان يقتل داخل سجون النظام. نعم هو يعني هم يتمنوا طبعا ان 60,000 اللي في المعتقل دول يعني ينتهوا تماما من الحياه تماما. هذه كلها لا تضم ولا تلمس لا عقل ولا قلب السيسي، اللي هو لا يملك لا عقل ولا قلب يعني. ولذلك يجب التركيز الان على الاصرار على تنحيه هذا الرجل وتشجيع الشعب المصري انه يصر على سواء البدايه بالعصيان المدني او بالنزول المليوني يوم الجمعه بدون تردد. ولازم يعني نطلب من العالم ان يقف مع الشعب المصري. العالم العربي شعوبه كلها مع قلبا وقالبا مع العالم مع مصر، ويقفوا الحقيقه بمنتهى الشرف والاخوه الجميله مع الشعب المصري. لكن الشعب المصري ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الشعب المصري نفسه شبابا وشيوخا رجالا ونساء يجب ان يفهموا ان الحريه لها ثمن وان التضحيه هي طريق النصر. لا يمكن هيحرركم احد من الخارج. نحن نشجع لكن كنا نتمنى ان نكون معكم. انا لا اتحرج ان اقول لو كنت في القاهره اليوم او في اسكندريه او السويس او اسوان كنت نزلت معهم، وانا مهما كان ظروف صحيه او سني. فانا بقول هذه ولما كنا في سن الشباب نزلنا امام العدوان الصهيوني وخلافه. فهذا واجب على كل مصري الان ان يخرج هذا الرجل الذي جاء باجنده صهيونيه يساعد اسرائيل ويبيع ارض مصر ويعني اعرض او يعني منع الحريه الكرامه الانسانيه والحريه وحتى العيش الكريم على كل مصري الان، وانهك الاقتصاد المصري وفرط في الموارد. المصريون لازم يعلموا ان للحريه ثمن. نعم. وجاء يعني الحريات التي ضيقها السيسي شملت حتى عناصر في الجيش المصري نفسه حين كانوا يحاولون ان ينهجوا نهجا مختلفا عن السيسي. لكن دكتور صفي الدين، يعني انت تدعو للشعب المصري للخروج، والشعب المصري فعلا بدا الان طليعه منه تخرج الى الشوارع وتعترض على نظام السيسي رغم مخاوف القمع الامني من قبل السلطات. كيف رايت الحراك يعني منذ الجمعه الماضيه؟ بدايه جيده جدا، ونشكر الشجاع المصري ابن الشعب محمد علي، ونشكر كل شاب وشابة ورجل وامرأة خرجوا في مظاهرات ومسيرات سلمية. والآن العيون على الشرفاء من المؤسسة الأمنية، من المؤسسة العسكرية، من المؤسسة القضائية. نحن والعالم كله يراقبكم. هل هؤلاء الشرفاء اللي سجل لهم التاريخ في الماضي الحديث رصيدا من البطولة والوطنية غير عادي، نتوقع منهم الآن أن يلتزموا بالانحياز للشعب، لأنهم جزء من الشعب ولا يسمعوا إلا ضميرهم وشرف الوطنية المصرية اللي لا يقبل أنه يقتل أخوه أو يسجن أخوه أو ينكل بأخوه ويعذبه ابدا، بل بالعكس يقف امام زميله اللي فقد شرفه واصبح عباره زلف من اذناب هذا الرجل الخائن عبد الفتاح السيسي. فانا اطلب من شرفاء المؤسسه الامنيه والعسكريه والقضائيه ان يراعوا الله
ويراعى ضمائرهم ويخشوا على أولادهم وبناتهم وزوجاتهم وأخواتهم من أنهم يظلموا، لأن إذا ظلموا إخوانهم المصريين اليوم لن يعيشوا سعداء مدى أبدا أبدا. سيعيشوا، نحن هنا نعاني في أمريكا من مئات الآلاف اللي بيعودوا من الحروب الخاطئة التي دخلت فيها أمريكا، سواء في فيتنام، سواء في العراق، سواء في أفغانستان. أولادنا هنا في أمريكا، الشباب اللي حاربوا في هذه الحروب الخاطئة، يعودوا بأمراض نفسية تدمر حياتهم إلى الأبد. إذا ظلمت أخوك المصري ستعيش بأمراض نفسية إلى الأبد، أو ربنا هيعاقبك في أبنائك وبناتك وحياتك وأسرتك وثروتك وصحتك. لا تسمع إلا لضميرك. هؤلاء هم إخوتك، لا تتعدى عليهم وأبدا لا تظلمهم. المشكلة أن تجربة القمع المصري، يعني قمع العسكر المصري، متكررة منذ الستينات، وهناك دائما يعني نهاية كل حقبة قمع هناك من يلاحظ أن هناك أخطاء في التعامل الأمني، ومع ذلك تتكرر للأسف. لكن كيف قرأت دكتور صفي الدين حينما يتحدث ترامب بأن السيسي هو الرجل العظيم في مصر والصديق المهم هناك؟ هل هذا القمع هو الذي جعله عظيما؟ يعني الذي جعل عبد الفتاح السيسي عظيما ومهما في عقل ترامب الضيق اللا إنساني، هذا الرجل ترامب يعني سيلفظه التاريخ. أنا قرأت ودرست كل السيرة الذاتية للرؤساء الأمريكيين في القرن الماضي، كله يعني لا يوجد شخص بهذه العفونة وهذا اللا إنسانية مثل هذه. اللي دخل السيسي مهم لترامب هو المشروع الصهيوني صفقة القرن، وسيحارب وسيدافع عن السيسي حتى تتم صفقة القرن، وسيلفظه بعد هذا إذا كان في المكتب البيضاوي ما زال. بعد هذا السيسي لا يمثل حتى يعني ورقة قمامة. يعني هل المشروع الصهيوني الذي تشير إليه دكتور صفي الدين هو نفسه الذي يعني كان السيسي يقول بأن من الضروري محاربة الإسلام السياسي، يعني بين قوسين، وأن هذا المشروع هو الذي يؤثر على المنطقة بشكل عام؟ السيسي يأخذ دروسه ويأخذ كل خطابه الركيك اللي هو حتى لا يستطيع انه يلقيه على العالم بدون اخطاء في اللغه العربيه، حتى هو لا يفهم الانجليزيه ولا يفهم العربيه، لكن هذه الدروس تجيء من تل ابيب. هذه الدروس تجيء له مترجمه من تل ابيب عبر ابو ظبي ودوله الامارات العبريه. طب ما هو درسهم بخصوص محاربة الإسلام السياسي؟ يعني ما هو المقصود من ذلك، وما هي المخاوف من هذا المشروع؟ إسرائيل والكيان الصهيوني تخشى دائما من الإسلام، من الإسلام نفسه، لأن الإسلام بيقوم على العدالة، بيقوم على الأمانة، بيقوم على كل هذه المبادئ التي يعني أنشأت الإمبراطورية الإسلامية عبر 14 قرن. هذا ما يخيف الظلم الصهيوني، هذا ما يخيف إسرائيل. إذا التزم أهل مصر وأهل البلاد العربية بمبادئ الإسلام في التضحية والجهاد ستزول إسرائيل في ظرف أسبوع، ولهذا لازم يحاربوا الإسلام في كل صوره، سواء إسلام سياسي، سواء إسلام اجتماعي، سواء كله. فهذا واضح، ويعني الآن يعني هذه الأشياء مفهومة. الذي نريده هو التركيز على مطلب واحد. طبعا مصر وقواها، يعني الذي يعلن السيسي أن فقط حربه ضد الإسلام السياسي، يبدو أنها تتعرض لتجريف سياسي كبير اليوم.
حتى نائب حمدين صباحي الذي هو يعني من حزب ناصري يتم القبض عليه، يبدو أن الجميع هو تحت طائلة المحاربة من قبل نظام السيسي. والله شوف يعني المعركة بدأت، هذه ليست نهاية، هذه بداية للمعركة. محمد علي فتح شقا بسيطا في الصخر، صخر الظلم والطغيان. هذا الشرق اللي عمله محمد علي سيخرج منه شلالات وينابيع النصر إن شاء الله. سيأتي بحماس الشباب، الشباب اللي ليس لهم مستقبل في مصر. لو عاد السيسي لمصر سينكل بالأعداء والأصدقاء، بالشعب المصري بكل أطيافه، وسينكل بكثير من الجيش المصري ومن الشرطة. يعني هل ألمح من حديثك دكتور صفي الدين أنه غياب السيسي الآن خارج مصر هي فرصة للمصريين؟ هي فرصة للمصريين وفرصة له بالهروب، لأنه يعني من الجائز جدا أن يكون دي طريقة سليمة لأنه يهرب. هذا الرجل بعدما كشفت فضائحه بهذا المصر ومهدد بفضائح أكثر أصبح واضحا للكثير من المصريين العقلاء الأذكياء أن هذا الرجل زرع منذ مدة طويلة. هو إيلي كوهين ليس السوري، ولكن إيلي كوهين المصري. الآن الموضوع أصبح واضحا، فأمام المصريين أن يشتروا مستقبلهم ومستقبل أطفالهم وأولادهم، وإلا سيكون مستعمرة مثل الضفة الغربية المحتلة، مثل الجولان المحتل، مثل يعني القدس المحتل، مثله مثل كل هذه ستصبح مصر بهذا. وخاصة أن الإمارات بحكمها العملاء الصهاينة، وأنا أقولها يعني بدون مواربة، هؤلاء مجموعة من العملاء الصهاينة، ويتبعهم للأسف هذا المنكوس ولي العهد السعودي. كل هؤلاء تجمعوا وينهشوا يعني في أرض مصر ويشتروا الأراضي ويشتروا الشركات. طبعا هذا الحديث دكتور صفي الدين على مسؤوليتك على كل حال، ولكن كنت أريد أن أسأل، هناك مظاهرات في نيويورك نشاهد تقارير عنها ضد يعني السيسي وفي محل إقامته، هل تدعو أيضا المصريين أن يشاركوا مواطنين في الداخل في الحراك ضد هذا النظام؟ أقسم بالله إذا كان مسموح لي أني أدخل، أنا غير مسموح لي أني أدخل مصر. أنا يعني المخابرات المصرية هددتني يعني ستقطع إرابا في مطار القاهرة، لكن إذا كان وأنا في هذا السن كنت أنزل في الحراك لأمشي في كل شوارع مصر وأقول تنحية السيسي اليوم ولا غدا وليس غدا. واضح جدا، أشكرك جزيل الشكر دكتور صفي الدين حامد المحلل، أن يساعدوا الشعب المصري في الخروج من هذه المحنة. أشكرك جزيل الشكر دكتور صفي الدين على مشاركتنا في هذه التغطية. ومشاهدينا الكرام، كنا في تغطية هل النظام السيسي يحاول الهروب من الاحتجاجات المصرية من خلال بعض الأساليب الأمنية القديمة، والتي كانت هي أيضا من الأسباب الموضوعية للخروج عليه. فاصل قصير ثم يصحبكم زميلنا حسين أبو شمالة في جولة الصحافة.